عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه الثاني برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، حيث نوه معاليه بأهمية ودور المؤسسة خلال المرحلة القادمة وضرورة إنجاز ما تحتاجه من آليات تشريعية وتنظيمية وإدارية حتى تؤدي الدور المناط بها والمؤمل منها لدعم القطاع العقاري ليحقق دوره الهام كأحد القطاعات الحيوية غير النفطية في الاقتصاد الوطني البحريني، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تنصب في مصلحة الوطن والمواطن ويواكب رؤية البحرين الاقتصادية 2030. خلال الاجتماع تم تقديم عرض مفصل من قبل سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن آخر مستجدات عمل المؤسسة وتنفيذ القرارات والتوجيهات السابقة، إضافة إلى عرض الهيكل التنظيمي المقترح الخاص بالمؤسسة. وقد وافق المجلس على إصدار القرارات المنظمة لإصدار التراخيص للمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات، وكذلك وافق على وضع الآليات والإجراءات المنظمة لوضع حساب الضمان مع تقديم خيارات مالية مرنة ومؤمنة تساعد وتشجع المطور العقاري على الاستثمار في هذا المجال وتحفظ حقوق ومصالح المستهلكين للوحدات العقارية. من جانبهم وجه أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية كافة من أجل تشجيع الاستثمار العقاري.